بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا استاذ مروان؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ثاني درس عندي، بيتكلم عن الحلول السياسيه. الاول كده يا اولاد، لما بتبقى ماشي في الشارع او بينك وبين العماره اللي جنبك بتلاقي عندك خط فاصل كده، صح؟ يعني خط فاصل ما بين الشقه بتاعتك والشقه بتاع زميلك، تمام؟ او خط فاصل ما بين الفصل بتاعك والفصل بتاع زميلك اللي هو الجدار الفاصل ما بينكم، صح كده؟ او الحيطه اللي بتبقى فصل ما بين الفصل الثاني والفصل اللي احنا فيه ده بسميه حد. يعني ايه حد؟ يعني فاصل بيني وبين زميلي. لما بلاقي جنب زميلي في قلب الفصل بحط ما بين احنا الاثنين كده فاصل، او بيبقى ديسك بيني وبينه. الديسك اللي بيني وبين زميلي بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فاصل. طيب الدول نفسها يا اولاد، ما بين كل دوله ودوله فاصل، ما بين كل دوله ودوله فاصل، بيفصل مصر عن ليبيا، بيفصل مصر عن السودان، بيفصل مصر عن اي دوله. طيب احمد يقول لي يا مستر كده يعني ايه حدود؟ الحدود بقول عليها فواصل بين الدول، فواصل بين الايه؟ بين الدول. قد تكون طبيعيه، يعني ربنا اللي خلقها الانسان ما مش داخل فيها خالص، وقد تكون بشريه من صنع الانسان اللي بيعملها. الحدود السياسيه بقول عليها حدود تفصل بين الدول بعضها وبعض، وتحفظ حقوق كل دوله، يعني كل دوله بتكون مفصوله عن الدوله الاخرى، وما بين الاثنين حد. طب الحد ده يا مستر بيبقى باين؟ ايوه طبعا. الحد ده يا مستر بيبقى خط مرسوم كده؟ ايوه. احنا بنحدد كل دوله بتكون جمهوريه مصر العربيه مساحتها مليون، يبقى من هنا لهنا الاربع جهات بتاعتها بتقيس مليون كيلو متر مربع. زياده عن المليون مش بتاعنا، بتاع الدول اللي جنبنا. تمام كده؟ يبقى حدود كل دوله، يبقى الحدود السياسيه حدود تفصل بين الدول، اللي هي تفصل مساحه الدوله نفسها عن الدول الاخرى، حدود تفصل بين الدول بعضها وبعض، وتفصل مساحات الايه؟ الدول، وبتحفظ حقوق كل دوله، وبتحفظ حقوق كل ايه؟ كل دوله. تمام. عندي الحدود اللي في مصر يا اولاد، لما خدناها في الاتجاهات قلت عندي الشمال والجنوب والشرق والغرب، صح كده؟ عندي الحدود اللي في مصر في الشمال كلها اسمها البحر الايه؟ المتوسط. في شمال مين؟ في شمال مصر. تيجي بقى معايا على الخريطه كده، عندي خريطه مصر كلها شمالها كله البحر الايه؟ البحر المتوسط. الجنوب السودان، الجنوب الايه؟ السودان. علشان نعرف، علشان نعرف حدود مصر، يبقى شمال مصر الحدود السياسيه لمصر. بنتكلم دلوقتي عن كل الحدود السياسيه اللي حول مصر. عندي جمهوريه مصر العربيه كلها معانا على الخريطه، في شمالها البحر المتوسط، في الجنوب دوله بسميها دوله السودان. طب واحد يقول يا مستر انت قلت لنا ان الحدود الطبيعيه هي الحدود اللي ربنا خلقها وربنا حطها على الطبيعه من غير ما يكون للانسان داخل فيها. طب انا عندي البحر المتوسط، الانسان اللي عمله؟ لا طبعا. تمام يا احمد، يبقى عندي البحر المتوسط ايه؟ حد طبيعي. يبقى شمال مصر البحر المتوسط بيكون حد طبيعي. طب في السودان يا مستر، احنا عاملين هنا خط ما بيننا وما بين السودان بيفصل مصر عن السودان، الخط ده مين اللي عمله؟ الانسان. يبقى حدود طبيعيه ولا حدود بشريه؟ شاطر، حدود طبيعيه بشريه. يبقى انا عندي شمال مصر حد طبيعي البحر المتوسط، في الجنوب حد بشري جمهوريه السودان. طيب عندي في الغرب دوله ليبيا، في غرب مصر كده دوله ايه؟ ليبيا. اهي الخط اللي ما بين ليبيا ومصر، طبيعي ولا بشري؟ بشري بالظبط كده، زيها زي السودان. يبقى انا عندي في شمال مصر حد طبيعي، في الجنوب حد بشري، في الغرب حد بشري. عندي في شرق مصر حدود طبيعيه وحدود بشريه، حدود طبيعيه وحدود ايه؟ بشريه. اول حد طبيعي في شرق مصر عند البحر الاحمر، عند البحر الاحمر. البحر الايه؟ الاحمر. عند البحر الاحمر اول حاجه حد طبيعي في شرق مصر. عند دوله الاردن، الاردن حد طبيعي ولا بشري؟ بالظبط كده، حد بشري. انا عندي في الاردن في شرق مصر حد بشري. طيب ايه تاني غير الاردن؟ عند فلسطين. كل دول في الشرق، يبقى انا عندي في الشرق البحر الاحمر حد طبيعي، الاردن حد بشري، فلسطين حد بشري. يبقى انا عندي في شمال مصر حد طبيعي، في الجنوب حد بشري، في الشرق في الغرب حد بشري، في الشرق البحر الاحمر كله حد طبيعي بيفصل ما بين مصر والدول الثانيه. وعندي دوله الاردن، الحدود بين الاردن ومصر
وفلسطين كلها حدود بشريه. حدود ايه؟ بشريه. يبقى الحدود البشريه الانسان صنعها ما بين الدول بعضها وبعض، انما الحدود الطبيعيه مين اللي خلقها؟ ربنا خلقها. بالظبط كده. يبقى انا عندي الحدود السياسيه حدود تفصل بين الدول بعضها وبعض، زي اللي بتفصل بين مصر وفلسطين ومصر والسودان. وبتنقسم عندي لنوعين اثنين، اول حاجه الحدود الطبيعيه اللي ربنا خلقها زي البحار والجبال والهضاب والمنخفضات، وعندي الحدود الايه؟ البشريه اللي الانسان عملها بين الدول، زي الحدود بين مصر والسودان والحدود بين ليبيا وبين مصر. دي بالنسبه للحدود السياسيه اللي بتفصل ما بين مين؟ ما بين مصر وبين جيرانها اللي موجوده حول العالم كله، او الجيران اللي موجوده ما بين مصر وما بين مين؟ وما بينها. طيب تاني نوع يا اولاد من انواع الحدود اللي موجود عندي اسمه الحدود الاداريه. اسمه الحدود الايه؟ الحدود الاداريه. الحدود الاداريه بقول كده حدود تفصل بين المحافظات، يعني عندي جمهوريه مصر العربيه كلها، عندي محافظه القاهره ومحافظه الجيزه، عندي الحدود اللي بتفصل بين القاهره وبين الجيزه بقول عليها حدود اداريه. يبقى الحدود التي تفصل بين الايه؟ بين المحافظات بقول عليها حدود شاطر اداريه. يبقى الفرق بين الحدود السياسيه والحدود الاداريه ان الحدود السياسيه تفصل بين الدول، انما الحدود الاداريه تفصل بين الايه؟ بين المحافظات. يبقى السياسيه بين مين؟ بين الدول، والاداريه بين المحافظات. طب يا مستر عدد محافظات مصر كلها اللي موجوده عندي 27 محافظه. 27 ايه؟ محافظة. كل الحدود او كل ال 27 محافظة بتفصل ما بين الحدود مش هقدر اقول بالظبط كده حدود ادارية. يبقى كل ال 27 محافظة اللي موجودين عندي في مصر كلهم بتفصل ما بينهم حدود ايه؟ حدود ادارية. انما بين مصر وبين جيرانها حدود سياسية، يعني بين مصر وبين السودان حدود سياسية. بين مصر وبين القاهرة وبين الجيزة حدود ادارية. بين اسكندرية نفسها وبين الفيوم ما تيجي عندي هنا كده بتلاقي حدود اداريه، فبين القاهره وبين اسكندريه حدود اداريه، بين القاهره وبين الجيزه حدود اداريه، يبقى انا عندي الحدود الاداريه تاني تفصل بين الايه؟ بين المحافظات، انما الحدود السياسيه تفصل بين الدول. السؤال يجي عليها ازاي؟ يقول لي ما المقصود بالحدود السياسيه؟ ما المقصود بالحدود السياسيه؟ الحدود السياسيه هي الحدود التي تفصل بين الدول وتحفظ حقوق كل دوله والدول الايه؟ الاخرى، انما الحدود الاداريه تفصل بين المحافظات بعضها وبعض، زي محافظه القاهره ومحافظه اسكندريه، زي القاهره والايه؟ والجيزه. تمام، عندي بقى اولاد جزئيه جميله جدا كده بتقول لي عندي حدود مصر كلها حدود واضحه، كل حدود مصر حدود ايه؟ واضحه، حدود واضحه وثابته. طيب حدود مصر لما بتكون واضحه وبتكون حدود ثابته، ايه النتائج اللي بتترتب عليها؟ عدم وجود الصراعات، عدم وجود الايه؟ الصراعات. عندي حدود مصر كلها واضحه زي ما انتم شايفينها، فلسطين، الاردن، السعوديه هنا حدود طبيعيه، عندي هنا السودان، عندي ليبيا في الغرب والسودان في الجنوب، والاردن والسعوديه وفلسطين كلهم في الشرق والبحر المتوسط في الشمال، كل الحدود دي بقول عليها حدود واضحه وثابته ما بتتغيرش، على طول ثابته. ايه النتائج اللي ترتبت عليها؟ عدم وجود مشكلات سياسيه بين مصر وبين الدول الايه؟ بين الدول المجاوره. يعني يا اولاد لما بيكون الحدود متغيره وبتتغير كتير، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل وجود صراعات بين الدول بعضها وبعض، انما لما بتكون الحدود ثابته بتكون الدوله مستقره ومفيش فيها اي صراعات. انا عندي حدود مصر كلها حدود واضحه وثابته، ايه النتائج اللي ترتبت عليها؟ عدم وجود صراعات بين مصر وبين ايه؟ وبين جيرانها. عدم وجود صراعات بين مصر وبين جيرانها. يبقى حدود مصر في البحر المتوسط في الشمال، والسودان في الجنوب، وعندي ليبيا في الغرب، وعندي الاردن وفلسطين والبحر الاحمر في الشرق، كلها حدود ايه؟ حدود ثابته. ايه النتائج اللي ترتبت عليها؟ عدم وجود صراعات.